هاي أنا غيدة، فيكم تتواصلوا معي على الإيميل الخاص بعالم صباح عالمصباح@future.com.lb 2A بالأول، وفيكم أيضا تبعتولنا على الفيسبوك الخاص فينا كمان اللي هو www.facebook.com/عالم.الصباح أو على تويتر @عالمصباح، وفيكم تبعتولي أي صورة أو أي فيديو بيخطر على بالكم على الفيوتشر آب على اليوريبورت. باي. محطتنا أتالي حتى نتابع سوا فقراتنا بعالم الصباح رح بتكون مع الحلو بلبنان. بمحطتنا بالحلو بلبنان بدي رحب بأستاذ ربيع القصة مدير عام شركة فينيكس إنرجي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا حضرتكم من منطلق الاهتمام بالبيئة على ما يبدو أسستوا هالشركة وعم بتجربوا أنكم تنشروا إنرجي مثل ما هي الفكرة صديقة للبيئة وتهتم بلبنان. خبرنا شوي أكثر شو عندكم. صباح الخير لك مدام غالة ولكل المشاهدين بالأول. أهلا وسهلا فيك. فينيكس إنرجي هي شركة من مجموعة فينيكس، فينيكس جروب يلي بتنتمي لمجموعة إندافكو الصناعية. هدف فينيكس إنرجي اليوم هو تطوير وتصنيع المنتجات الصديقة للبيئة المخصصة بالرينيوبل إنرجي. اليوم المنتجات يلي عم نصنعها وعم نطورها هي شوليير الوقود الصلب، البايوماس بويلر يلي بيشتغل على جفت الزيتون ويلي بيأمن وفر مادة كتير كبير بالإضافة لكونه منتج بيئي. في عنا السخان الشمسي سولار ووتر هيتر، هو فكرة و ديزاين هولندي واليوم رح يصير صناعة لبنانية 100% بعد ما شرقنا للشركة وخط الانتاج رح يصير بلبنان. كمان هو مميز مع لايف تايم تتخطى العشرين سنة. عندنا الفوتوفولتايك بانل يلي لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال أشعة الشمس، وهذا الشيء مع الليد لايتينج يلي هي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة للإنارة. وأخيرا في عنا الكاتاليتيك فلتر يلي هو فلتر تركب على الأكزوست تبع المولدات لحتى تشيل الكربون بارتيكل وتخفف التلوث اللي بتصدره هالمولدات. هدول بدك انت وماشي بالطريق توزع منهم قد ما عندك. كثير بس ما بيوزعوا للاسف ما كثير عم بيتم تركيبه بلبنان لانه ما في قانون بيلزم هالشيء. ان شاء الله نقدر نوصل الى قانون يلزم هيدا الشيء لانه نحن بحاجه اكيد بلبنان. عندنا مشكله بالكهرباء والموتورات موجوده والمولدات، هذا غير المصانع وغيرها وغيرها. قبل ما ننتقل لنشوف كيف عم يعني على الارض شو عم بيصير، رح ننتقل لحتى نشوف هالريبورتاج الصغير ومن خلاله عم بيتم التعامل مع عدد من البلديات، بلشتوا تشتغلوا مع عدد من البلديات على الارض، رح نشوف رايهم بالموضوع ونرجع نتابع تفاصيل هالمشروع. هيدا الحدث مهم جدا لانه بيطلعنا على الطاقة المتجددة اللي هي بالنتيجة بتوفر علينا مصروف. صرنا من 2008 نحن بنقدم هالبرودكتس بالسوق، وبعدنا بنتفاجئ انه بعد في ناس ما بتعرف انه مثلا عندنا برودويات قادرة توفر بحدود 80 او 90% من فاتورة الديزل للتدفئة وفاتورة الكهرباء كمان. كرؤساء بلديات وعندنا على طول هاجس البيئة لأنه هيدي المشاريع عم تنعكس إيجابيا كثير على المجتمع المحلي عندنا. مثل ما بتعرفوا إنه على طول عندنا تلوث من الانبعاثات اللي تطلع من حرق المازوت. بدون ما نستعمل المازوت ونلوث البيئة عم نستعمل الدق أو الجفت اللي هي شغلة متطورة مشان حماية البيئة. The
هالمشاريع أنا بتصور رح تخفف كتير من الوطأة على شركة الكهرباء، وبتخلي المواطن كمان يتنعم بشوية توفير، يعني فيها توفير اقتصادي على جيبته، خاصة أنه عم يسخن الماء من دون ما يلجأ لتيار كهربائي. العالم عم بتحب كتير صراحة تعرف أكتر عن البرودوي صراحة، في ناس طالبين منا دغري نرجع نحكيهم لنعطيهم أكتر معلومات وكيف بيقدروا يقدموا قروض، لأنه هودي البرودويات بتاخدوا من خلال قروض مدعومة من وزارة الطاقة. إذا أخذنا فكرة شوي كيف عم بتصير على الأرض، بدنا نرجع لعندك لحتى نعرف بالتحديد، يعني خلينا نحكي مشروع بمشروع، بما أنه بلشتوا من حريصة، من مزار سيدة لبنان بحريصة في مشروع تطبق هونيك، يعني خبرنا شوي عن تفاصيله. التعاون مع مزار سيدة لبنان بحريصة بدأ تقريبا من حوالي سنتين ونص، والمشروع بدأ باستبدال شوديرات اللي بتشتغل على المازوت، اللي هي بثلاث شوديرات 100 كيلوات كانت لتدفئة المزار كله والمي السخنة، بثلاث شوديرات بتشتغل على جفت الزيتون. الهدف من هالشي كان هو الحفاظ على البيئة، لأنه شوديرات جفت الزيتون بتعمل انبعاثات للسي او 2 أقل بكثير من شودير المازوت، وما بتعمل انبعاثات للسي او اللي هي الغاز المسمم الكربون مونوكسيد. والهدف الثاني كان هو توفير مادي. واليوم عملنا اللقاء بحريصة الأسبوع الماضي لحتى نحكي عمليا من بعد سنتين شو اللي تحقق. باللي تحقق بحريصة أنه كانت كلفة شراء المزود للتدفئة لثلاث شوديرات المزود اللي كانوا راكبين حوالي 100,000 دولار، يعني بتتراوح بين 93 و 97 ألف دولار بالسنة. أوكي. السنة اللي ركبنا فيها شوديرات جديدة بتشتغل على جفت الزيتون، كانت كلفة شراء جفت الزيتون للتدفئة أو للمية السخنة تحت 20,000 دولار، يعني عم نحكي بين 13 و 17,000 دولار حسب السنة، يعني عندنا توفير 80% حوالي 80,000 دولار. تاني شغلة، يعني شراء جفت الزيتون عم بيعطي مردود لهالأشخاص اللي كانوا يكبوه، بعتقد في مردودين إيجابيين، المردود للأشخاص اللي كانوا يكبوه للمعاصر، ومردود بيئي، لأن هيدا جفت الزيتون كان ينحط ينكب بمجرى الأنهر وبالأرض، وهذا بيحتوي على كمية كبيرة من الأسيد اللي ملوثة، يعني كنا عم نلوث المياه الجوفية اللبنانية. عظيم. فإذا عم نشتغل، صرنا على ثلاث أصعدة هلأ، عم نوفر مصاري، عم نوفر تلوث، وعم نفيد الأشخاص يلي مزارع. كان نفيد المزارع. أو المزارع هو فعليا المزارع كان يحط الجفت بالمعصرة وما يستفيد منه، اليوم صار في عنده مردود إضافي من إضافة للزيت من جفت الزيتون. طيب نحن شو لازم نعمل هلأ لحتى الناس اللي عم تسمعنا تقدر تتجه إلى هالموضوع هيدا، ونحكي أكثر عن إذا بدك استبدال الطاقة اليوم بلبنان قديش ممكن نحن نتوسع فيها، قديش في إقبال، كيف الناس عم تتفاعل مع الموضوع؟ الإقبال عم بيزيد سنة عن سنة، واليوم عم بيزيد أكتر، يعني اليوم صار في عنا شغلة جديدة يلي شجعت الناس مع كل حرصة على البيئة، كمان بهمها توفر مصاري وبهمها توفر الدفعة الأولى. يعني اليوم هذا البرودوي البيوماس بولر صار بيقدر يستفيد من النيرا بروجرام الناشونال انرجي افشنسي اند رينيوبل انرجي اكشنز، اللي عمليا هي القروض المدعومة من مصرف لبنان ب 0% فايدة لمدة 10 ل 14 سنة. يعني اليوم ممكن أي شخص بده يستبدل شوديار المازوت اللي عنده اياه، يما بده يركب شوديار جديد، بامكانه يقدم على برنامج النيرا. اوكي. ونحن بنهتم بكل الاوراق وبكل هالامور الاداريه، خلال 10 ايام بياخذ الموافقه، بيركب الشوديار عنده وبقسطه على 10 سنين بلا فايده. بكلفه تصل الى بكلفة، هيك عم نحكي عن مصاري حسب حجم الشوديار اكيد. بتتراوح بين ال 70 وال 90 دولار بالشهر دفعه شهريه حسب حجم الشوديار، اذا عم نحكي من 40 كيلوات ل 100 ما 150 كيلوات. على هيدا الشيء عم نحكي على 10 سنين. اوكي، يعني اذا كمان كان في هيدا الشيء ببنايه بيتقسم المبلغ، وبالتالي بيكون الموضوع اهم من هيدا الشيء، انه اليوم عم بيحقق الريتيرن اون انفستمنت بسنه تقريبا، يعني مشروع حريصه الريتيرن اون انفستمنت تبعه كان باقل من سنه، كلفه المشروع كانت حوالي 70,000 دولار، عملوا سيفينج 80,000 دولار بسنه.
طيب اليوم عم نحكي عن تسهيلات وعم نحكي يعني الاتفاق مع زكاه انه في يقدروا ياخذوا قروض. نحن اليوم هل في مشروع انه نروح على قوانين تطبق وتجبر الناس انه تبلش فعليا تروح الى استبدال كل هالطاقه هيدي؟ يعني حكيت انا عن توزيع يمكن فلترات عم بشكل عم نمزح، بس هي بالفعل نحن بحاجه لها، لانه بلبنان لا يقتصر الموضوع على الدواخين تبع المصانع او المصانع الكبرى للكهرباء، في عندنا هالموترات اللي موجوده بكل الاحياء وموجوده بكميه كثير كبيره وما في رقابه عليها. صحيح. للاسف بلبنان ما في قانون بحد، في مواصفات بتحدد الايميشن ولكن ما في تطبيق. اليوم كل بلدان العالم في قوانين تجبر كل شخص ان كان مصنع وان كان مولد يا ما كان محطه توليد كهرباء يكون الايميشن تبعه اللي طالع من الدخون بسيرتن ليميت، من كان من ناحيه السي او اكس ان او اكس وكل او الكربون بارتيكلز. يعني نحن اليوم عم نبلش نلاقي مشكله لجزء من حل لجزء من المشكله اللي هو الكربون بارتيكلز الفلتر اللي عم نعمله، ولكن في ايميشن ثانيه مضره بالبيئه وملوثه كمان موجوده. طيب انتم من مصلحتكم انكم تشتغلوا على يعني على قانون ويتقدم، هل في شيء بهالاطار؟ هالاطار نحن عم نشتغل اكثر، عم ناخذ التعاون مع الجمعيات الاهليه والبلديات لحتى نقدر نعمل شورت كات اذا بدك. طيب لما نروح على مجلس النواب ونعرف اليوم الامور الاداريه بالدوله كيف عم تاخذ وقت بقى عملنا شورت كات ورحنا دايركتلي على المجتمع المدني والتعاون مع البلديات لحتى نسرع بهذا الموضوع. حب اذكر شغله بموضوع التلوث عن البويلر، انه البويلر اليوم بس هيك عم تعطي رقمين صغار ناخذ فكره قديش بخفف تلوث. نحن لليوم لاخر كوارتر 2013 صرنا مركبين حوالي 300 شوريير جفت الزيتون، يعني يلي هي بتعطي حوالي 20,000 كيلوات تدفئه. هذا ال 20,000 كيلوات عم بخفف انبعاثات سي او 2 حوالي 700 طن بالاضافه 700 طن سي او 2 ايميشن اقل من الشوريرات المزبوط. طيب شو هي مشاريعكم المقبله؟ يعني التوسع مع البلديات على على الارض، كيف رح يصير؟ المشاريع هي رحنا باتجاه البلديات مثل ما قلنا لحتى دغري نبلش نتعاون مع البلديات. الهدف من التعاون مع البلديات هي توقيع بروتوكولات تعاون، هدفها انه نحن بنقدم كل الستاديز الاستشارات الدراسات بشكل مجاني للبلديات لحتى تشجع مواطنين بالنطاق البلدي تبعها باستعمال الطاقه البديله والطاقه المتجدده. البروتوكول تعاون بنص على الهدف الاساسي تبعه انه نجعل هالمنتجات اللي عم نحكي عنها تكون بمتناول كل المواطنين باسعار مدعومه وبتقسيط تقدر يريحهم، يعني اليوم ما يكون بس هذه المنتجات بيئيه بتحافظ على البيئه وبتخفف التلوث ولكن يكون عندها مردود مادي، يعني فيها فيزابيلتي. هالشيء يعني هذا بيكون مثل حافز اكثر للناس انه اليوم بنعرف انه في ضرر على البيئه والى اخره، بس في كثار ما بيهتموا يمكن بالحقيقه بالموضوع. هذا الحافز الاكبر يعني عم بتدقوا على الجرح. هذا الحافز الاكبر عم بيكون صحيح. طيب والبلديات اللي عم نعمله معهم انه قدرنا نجيب دعم مادي من جمعيه اصدقاء المدينه فيليبوليس يلي هي عم بتقدم مصروف جفت الزيتون للسنه الاولى، يعني اللي تقريبا 5 طن بشكل مجاني اللي بيشتري بويلر مع البلديه اللي بنمضي معه بروتوكول تعاون، وعم تدفع كمان عم تدعم 200 دولار من حق السخان الشمسي. طيب هل في عندنا بلبنان كميات، يعني عملتوا دراسه انه محصول الزيتون ممكن يقدم ما بعرف انا 300,000 بويلر انه واحد يقدر يشتري هالقد يكون في لا اكثر لا لك انه محصول؟ نحن قمنا بدراسه نحن كشركه عملنا احصاء بكل المعاصر بلبنان وشفنا تقريبا بالسنه اللي بتطلع واعتمدنا على دراسه قامت فيها اليو ان دي بي. معدل بالسنه حسب موسم الزيتون، ما بتعرفي لان الزيتون في موسم لانه ما بننسي بالاخر عم نشتري الزيتون ابدا من اخر الدنيا. بيطلع عندنا معدل بالسنه 60,000 طن. 60,000 طن يعني اذا بدنا نقسمهم على 5 طن معدل استهلاك لشوريير بكفونا ل 12,000 شوريير، نحن اليوم بعدنا ب 300. اوكي نحن كثير بعيد، بس بدي اقول كمان بالاضافه لهالشيء انه هذا شوريير مش بس على جفت الزيتون، بيشتغل على كسر الصنوبر، بيشتغل على تشحيل الشجر، بيشتغل على الحطب، وبيشتغل على البلتس يلي هو بينعمل من الخشب، بس نحن هدفنا اليوم نحل مشكلتين مثل ما حضرتك تفضلتي، نخفف التلوث. لا ما بدنا نروح على الحطب، يعني ما بدنا نحط هاي الفكره لانه اليوم لا تشحيل عم بحكي تشحيل على التشحيل. عظيم، كنت عم تقول تفضل كفي جملتك.
كنت عم بقول هذا يعني اليوم مش محصورين بجفت الزيتون. بس بجفت الزيتون عظيم جدا. نحن بنعطيكم يعني يعطيكم ألف عافية. موضوع البيئة موضوع كتير مهم خصوصا عنا بلبنان. هلأ طبعا اللي عم بيسمعنا بيقول أنه شو بدنا نلحق لنلحق، بدنا ندفع كم فاتورة ولا بدنا نغير شو، ولا بدنا نحط طاقة شمسية ولا بدنا نحط إلى آخره. بس مثل ما عم تقول وقتها عم بيكون في تسهيلات على المدى البعيد، بعتقد انه هذا الشيء مفيد للجميع وممكن كثير يخفف من الاضرار. طبعا هذا هدفنا، كانه نجعل من هالمنتجات البيئيه كمان عندها جدوى اقتصاديه لحتى نشجع المواطن اكثر يقدر يستعملها. هلا كانت الفاتوره شوي كبيره بما يختص بالاشخاص كمان يلي كانوا عم بيغيروا ويقلبوا يعني على السيستم سولير مشان يعني للمي السخنه اكثر، وعدنا انه المصانع رح تكون بلبنان، يمكن هالشيء يخفف شوي كمان عليهم من سعرها. وكمان في امكانيه للسخان الشمسي يستفيد من القروض المدعومه لثلاث سنين. عزيز. وفي عندنا التقدمه اللي عم بتقوم فيها الفيليبوليس جمعيه اصدقاء المدينه، وبالاضافه لدعم وزاره الطاقه. يعني اليوم كل هالامور مع بعضها بتجعلها بمتناول الجميع. اهلا وسهلا فيك. يعني بلبنان متامل انه يكون محصور شوي هيك تفكيرنا بهالمشاكل هاي، ما يكون عندنا مشاكل ثانيه ان شاء الله بوقت قريب. اهلا وسهلا فيك. رح ناخذ بريك ومن بعدها منتابع عالم صباح. خليكم معنا.